ناخد الاتصال اللي بعده، الاستاذ محمد من كفر الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي بكلم الدكتور محمد. اتفضل اتفضل يا استاذ محمد. والنبي يا دكتور، انا مريض سكر من 3 سنين. نعم. وحاليا دلوقتي باخد فيلدا جوز بلد، قرص الصبح وقرص بالليل. جميل. بس انا ركبي بتوجعني جامد. ايه اللي بيوجعك؟ يا استاذ محمد، استاذ محمد ابعد عن التليفون. السكر بتاعي مظبوط. الصايم 81، الصايم 81 والفطر 102. عظيم. وزنك كم كيلو؟ حضرتك باخد فيلدا جلوز بلا صبح، قرص الصبح وقرص بالليل، وباخد ديماكرون 30 قرص الصبح. بس انا المفاصل بتوجعني وظهري. طيب المفاصل من امتى المفاصل وظهرك بتوجعك؟ يعني من حوالي شهرين، يمكن شهرين. من شهرين يا دكتور. ما خدتلهمش علاج؟ ما خدتلهمش علاج خالص. لا. طيب هناخد وسكر مظبوط. حاضر. هناخد بروفين، دي حبايه بعد الغداء يوميا لمده 15 يوم ونوقفه بعد كده. الف سلامه. شكرا استاذ محمد.